أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نلتقي في الدرس الخامس من المحاضرات عن نشأة المذهب الإباضي، مذهب أهل الحق والاستقامة. وقد سبق القول مفصلا عن أهل النهروان وحججهم التي طرحوها، وعن موافقيهم ممن جاء بعده الذين يمثلهم الآن أتباع المذهب الإباضي، مذهب أهل الحق والاستقامة. غير أننا لازلنا نتحدث عن أهل النهروان، ولعل كثيرا منا يتساءل عن سبب الإطالة في هذا الموضوع. والحقيقة أن الإطالة هنا مقصودة، لأن أهل النهروان لم يجدوا من يتحدث عنهم باسمهم إلا القليل مما كتبه الإباضية، سواء كتب التاريخ أو الكتب التي تناولت بعض الأحكام المتعلقة لأهل النهروان من حيث الولاية أو البراءة. وفي الحقيقة هناك أمور كثيرة أريد أن أتحدث عنها، ولكن سنختزل ما تبقى في هذا الدرس وفي الدرس المقبل بعون الله. واليوم نتحدث عن أهم قضيتين أخذتا على أهل النهروان، وهما قضية الاستعراض وقتل الناس بغير حق، وقضية تكفير المخالفين. فإن هذين الأمرين من المسائل التي اشتد فيها النكير على أهل النهروان من قبل المذاهب الإسلامية الأخرى، وهما الأمران اللذان يزج بسببهما أهل النهروان في عداد المنافقين وفي عداد الأعراب الأجلاف الذين لا يفقهون ما يعملون. وهذان الأمران بسببهما يعامل الإباضية الذين ينتسبون إلى أهل النهروان معاملة قاسية، ويتهمون بشتى الاتهامات التي تخرجهم في أحيان كثيرة من الملة الإسلامية. ولذا سنركز القول فيه مختصرا. أما الأمر الأول وهو الاستعراض، فقد كثر عزوه إلى أهل النهروان، وصور على أنه الأمر الذي تميز به عن سائر الفرق الأخرى وعن سائر التيارات الإسلامية والفئات الموجودة في زمانه. وبسبب نسبة الاستعراض إلى أهل النهروان جعل سبب معركة النهروان هو ما نتج عن الاستعراض. ورغم أن هذا الأمر يجعل سمة بارزة لأهل النهروان، إلا أن المثال الوحيد الذي يؤخذ منه أو تؤخذ منه هذه الفكرة هو حادثة مقتل عبد الله بن خباب بن الأرس، التي تكرر ذكرها في المحاضرات السابقة.
وقبل أن نأتي إلى تفاصيلها أود أن أطرح أمرين. الأمر الأول أن نسبة الاستعراض وقتل الناس بغير حق لا يصح أن تحصر في أهل النهروان، فإن هناك من الحوادث الشنعة ما نسب إلى التيارات الإسلامية الموجودة في زمن أهل النهروان، سواء من قبل معاوية بن أبي سفيان وأصحابه في الشام، وحتى من قبل بعض أتباع الإمام علي كرم الله وجهه. ومن أهم الأحداث التي حدثت في فترة وجود أهل النهروان وحياة الإمام علي ومعاوية بن أبي سفيان أن معاوية بن أبي سفيان أرسل رجلا اسمه بسر ابن أبي أرطاة، وبعضهم يعده من صغار الصحابة، غير أن للعلماء كلاما شديدا فيه خاصة يحيى بن معين. أرسله معاوية إلى المدينة ليأخذ البيعة له، فذهب إلى المدينة وكان عامل علي عليها أبو أيوب الأنصاري. فلما قدم المدينة هرب أبو أيوب إلى الكوفة لاحقا بالإمام علي، وشدد الحصار على كثير من أهل المدينة ممن يعارضون معاوية ويوافقون الإمام علي. ثم إنه اتجه نحو المدينة وكان فيها أبو موسى الأشعري، فهرب أبو موسى وكتب إلى عامل الإمام علي على اليمن وهو عبيد الله ابن العباس، كتب إليه يخبره بمجيء بسر بن أبي أرطاة إليه. وكان بسر يقتل رجالا في طريقه، فلما وصل إلى اليمن هرب عبيد الله بن العباس وترك طفلين، فكان الطفلان بحوزة رجل، فحاول أن يدافع عنهم لكنه لم يستطع. وفي بعض الروايات أن بسرا لما أراد أن يقتل الطفلين قال له الذي يدافع عنهما اقتلني بدلا منهما، فقال أفعل، فبدأ به ثم قتل الطفلين. بلغ الإمام عليا خبر بسر فأرسل إليه رجالا، ومروا في طريقهم على جفر من يشايع عثمان بن عفان فقتلوهم، حتى أرغموا بسرا على الهروب من اليمن. هذه بعض الأحداث. من الأحداث المهمة الخطيرة حادثة مقتل محمد بن أبي بكر لما ولاه الإمام علي على مصر، فأرسل إليه معاوية وهو في مصر، أرسل إلى محمد بن أبي بكر رجلا يسمى معاوية بن حدي السكوني، فحاصروا محمد بن أبي بكر وقتلوه. وتفيد بعض الروايات أنهم أدخلوا جثته في جيفة حمار فأحرقوها. وهناك حوادث عدة، نحن لو نظرنا إلى حادثة مقتل أهل النهروان، حادثة مقتل عبد الله بن خباب، على فرض صحة نسبتها إلى أهل النهروان لوجدناها لا تساوي شيئا بالمقارنة معها. الأمر الثاني أن فعل الواحد لا تحمل الجماعة مسؤوليته، وعلى افتراض
أن أهل النهروان قتلوا عبد الله بن خباب بغير وجه حق على افتراض أن أحدا منهم قتله، فلا تحمل جماعة أهل النهروان كاملة مسؤولية القتل إلا إذا رضي الكل بذلك أو حموا القاتل. ولذا نجد في أحداث الخلفاء الراشدين حوادث عديدة، من ذلك حادثة قتل أسامة بن زيد للرجل الذي شهد أن لا إله إلا الله خوفا من القتل فقتله، وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم شدد النكير عليه. وأيضا حادثة خالد بن الوليد رضي الله عنه لما دخل مكة في الفتح، فحدث ما حدث من بعض المخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد. وهناك أحداث أخرى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مما لا يلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة الكرام بسببها، لأنها حوادث فردية لم تكن منبثقة عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم ولا منهج الصحابة الكرام، بل هو عمل فردي تقع مسؤوليته على الشخص نفسه الذي فعل ذلك. مثال ذلك أن أبا لؤلؤة المجوسي لما قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جاء عبيد الله ابن عمر ابن الخطاب إلى ابنه لأبي لؤلؤة فقتلها، فقتل رجلا يسمى جفينة وقتل الهرمزان، قتل هؤلاء الثلاثة لأنه اتهم هؤلاء بالتعاون لقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبيه، وهو كما يبدو قتل بغير وجه حق. ورغم ذلك فإن عفو عثمان بن عفان عن عبيد الله بن عمر كان من أسباب نقمة كثير من الصحابة الكرام عليه. وهناك حوادث جمة في عهد الخلفاء الراشدين وفي غيرها من العهود، ولكننا لا يمكننا أن نحمل هؤلاء الخلفاء مسؤولية القتل ومسؤولية تلك الأحداث إلا من رضي عن تلك الأحداث. وأيضا نحن نجد أن هذه الحوادث يعتبر لكثير ممن حدث في عهوده، فإننا لا نجد من يلوم معاوية على ما فعله عماله في مصر والمدينة ومكة واليمن وغيرها كالغزوات كالسرايا والبعوث التي كان يبعث بها معاوية لغزو الأطراف التي كانت تقع تحت سيطرة الإمام علي. هناك حوادث جمة لمن تتبعها في كتب التاريخ، لكن نجد المصادر كلها تغفل عن هذه الأمور، ويتخذ من حادثة مقتل عبد الله بن خباب فقط المثال الواضح لفكرة الاستعراض التي نسبت إلى أهل النهروان وشدد بسببها القول عليه. ونأتي الآن إلى تفاصيل الحادثة. علمنا في الدروس السابقة أن الحادثة تمت
بعدما عسكر الإمام علي وأصحابه بعد ظهور نتيجة التحكيم عسكروا في النخيلة، واتجهت جماعة أهل البصرة الموافقة لأهل النهروان اتجهت صوب النهروان، فحدث ما يلي. تقول الرواية التي ذكرها الطبري في تاريخ من جهة أو من رواية أبي مخلف، تقول: إن الخارجة التي أقبلت من البصرة جاءت حتى دنت من إخوانها بنهر، النهر طبعا هو النهروان، ووجدت من الكتاب المحدثين من يخطئ من قال لفظ النهر، يعني وجدت بعض المحققين وجد في تحقيقاته لبعض الكتب كتب النهر فأضاف إليها الواو والألف والنون وكتب تحت بالأصل النهر، وقد عدلناها في البث، وهذا من الجهل العجيب. إن الخارجة التي أقبلت من البصرة جاءت حتى دنت من إخوانها بالنهر، فخرجت عصابة منهم، فإذا هم برجل يسوق بمرأة على حمار، فعبروا إليه فدعوه فهددوه وأفزعوه وقالوا له: من أنت؟ قال: أنا عبد الله بن خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أهوى إلى ثوب يتناوله من الأرض، وكان سقط منه لما أفزعوه، فقالوا له: أفزعناك؟ قال: نعم. قالوا له: لا روعة عليك، فحدثنا عن أبيك بحديث سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله ينفعنا به. قال: حدثني أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فتنة تكون يموت فيها قلب الرجل كما يموت فيها بدن، يمسي فيها مؤمنا ويصبح فيها كافرا، ويصبح فيها كافرا ويمسي فيها مؤمنا. فقالوا: لهذا الحديث سألناك، فما تقول في أبي بكر وعمر؟ فأثنى عليهما خيرا. وقالوا: ما تقول في عثمان في أول خلافته وفي آخرها؟ قال: إنه كان محقا في أولها وفي آخرها. قالوا: فما تقول في علي قبل التحكيم وبعده؟ قال: إنه أعلم بالله منكم وأشد توقيا على دينه وأنشد بصيرة. فقالوا: إنك تتبع الهوى وتوالي الرجال على أسمائها لا على أفعالها، والله لنقتلنك قتلة ما قتلناها أحدا. فأخذوه وكتفوه، ثم أقبلوا به وبامرأته وهي حبلى متم، حتى نزلوا تحت نخل مواقف، فسقط منه رطبة فأخذها أحدهم فقذف بها في فمه، فقال أحدهم: بغير خلها وبغير ثمن، فلفظها وألقاها في فمه. ثم أخذ سيفه فأخذ يمينه فمر به خنزير لأهل الذمة فضربه بسيفه، فقالوا: هذا فساد في الأرض. فأتى صاحب الخنزير فأرضاه من خنزير، فلما رأى ذلك منه ابن خباب قال: لئن كنتم صادقين فيما أرى كما علي منكم بأس، إني لمسلم ما أحدث في الإسلام حدثا، ولقد أمنتموني قلتم لا روعة عليك، فجاءوا به فأضجعوه فذبحوه وسال دمه في الماء، وأقبلوا إلى المرأة فقالت: إني إنما أنا امرأة، ألا تتقون الله؟ فبقروا بطنها وقتلوا 3 نسوة من طي، وقتلوا أم سنان الصيداوية. فبلغ ذلك عليا ومن معه من قتلهم عبد الله بن خباب واعتراضهم الناس، فبعث إليهم الحارث بن مرة العبد ليأتيهم فينظر فيما بلغه عنه ويكتب به إليه على وجهه ولا يكتمه، فخرج حتى انتهى إلى النهر ليسائلهم، فخرج القوم إليهم فقتلوه. هذه تفاصيل الحادثة، وهناك روايات أخرى تذكر بعض هذه الأحداث وتغفل عن بعض. تتفق الروايات كلها على أن عبد الله بن خباب قتل في هذه الحادثة،
غير أن الدكتور هشام دعيس في كتابه الفتنة يشكك في مقتل عبد الله بن خباب، معتمدا في ذلك على رواية ذكرها ابن سعد طبقات، وهي أن عبد الله بن الحارث بن نوفل سأل عبد الله بن خباب متى قتل أبوك، فقال في سنة 37. وهذه الحادثة، حادثة مقتل عبد الله بن خباب، كانت في سنة 38، في بداية السنة 38 من الهجرة النبوية. يقول دكتور هشام دعيس بأن قول عبد الله بن خباب في إجابته على سؤال عبد الله بن الحارث بن نوفل بأن أباه قتل في سنة 37، بأن هذا السؤال وهذا الحوار لا يمكن أن يكون في فترة قريبة من سنة وفاة خباب بن الأرت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول إن هذه الحادثة لا بد أن تكون متأخرة جدا عن عام 38 من الهجرة النبوية. وفي الحقيقة اتفاق جميع الروايات على مقتل عبد الله بن خباب، سواء منها الروايات السنية والشيعية بالإضافة إلى الروايات الإباضية، يذهب بنا إلى اعتماد القول بأن عبد الله بن خباب قتل في هذه الفترة، بل في هذه الحادثة. ولا يقدح في كونه قتل في هذه الفترة أن هناك ما يشبه الأساطير مما سمعتموه وردت في هذه الحادثة. وذلك مثل قتل الخنزير وأكل الرطبة بغير حلها وبغير ثمنها. وفي هذا، في هذه الأحداث تتضح الأسطورة المفتعلة، فإن من المستبعد جدا أن يكون أناس من الورع بمكان، بحيث إنهم يتورعون عن دفع ثمن الخنزير لصاحبه من أهل الذمة، وعن أكل رطبة بغير ثمنها ثم يلفظها آكلها. إن من البعد لمكان أن يكون الذي يفعل هذه الأفعال يصح منه أن يقتل رجلا بغير حق. فإذا لم يكن بعيدا أن يكون أهل النهروان، أن يكون عبد الله بن خباب قد قتل في هذه الحادثة، فإن بعد تلك الأحداث الأخرى لا ينفيها. الأمر الثاني الذي نستخلصه من هذه الروايات أن عبد الله بن خباب قتل من قبل الجماعة التي أقبلت من البصرة بعد أن استقر الإمام عبد الله بن وهب الراشدي رحمه الله وأصحابه في النهروان. فإذا القتل كان من قبل تلك العصابة التي تحركت من البصرة، وليس هذا فحسب، بل إن القتل كان من قبل جماعة انحازت من هذه العصابة المكونة من 500 رجل أو 300. العصابة التي جاءت من البصرة عددها في بعض الروايات 300، وفي بعض الروايات 500،
والذين قتلوا عبد الله بن خباب هم جماعة من هذه العصابة، كما سمعتم في الرواية إن الخارجة التي أقبلت من البصرة جاءت حتى دنت، حتى دنت أي لم تصل بعد، حتى دنت من إخوانها بالنهر، فخرجت عصابة منهم. وإذا كان عدد الجماعة التي أقبلت من البصرة قليلا، فإن العصابة المنشقة عن هذه الجماعة يكون عددها أقل بكثير. هذه الأمور نستخلصها من هذه الحادثة. يقول الأستاذ دكتور أحمد جلي في كتابه دراسة عن تاريخ الفرق، أو ما هذا عنوانه، يقول: على فرض أن أهل النهروان لم يكونوا راضين بمقتل عبد الله بن خباب، فإن حمايتهم للقاتل يعد اعترافا ذهنيا برضاه عن مقتل عبد الله بن خباب. غير أننا نجد من الروايات ما ينفي الرواية الأخرى التي تقول إن الإمام علي كرم الله وجهه لما أقبل على أهل النهروان بعث إليهم يريد القتلة، فقال: أهل النهروان كلهم، كلنا قتله. هكذا في روايات: كلنا قتله، أو كلنا قتلته، كما في بعض الروايات. هناك من الروايات ما يصادم هذه الرواية، وذلك فيما يلي. أولا، يروي المبرد في الكامل وابن عبد ربه في الأقد الفريد أن الإمام علي لما نادى أهل النهروان خرج منهم رجل، والسؤال: من هذا الرجل ولما خرج في تلك الساعة؟ ويروي البلادوري في أنساب الأشراف، والأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين، أن القاتل وهو مسعر بن سدك التميمي انضم إلى جيش الإمام علي قبل معركة النهروان. ويروي الأشعري أيضا في مقالات الإسلامية، والمقدسي في كتاب البدء والتاريخ، أن مسعر بن سدك القاتل انسحب إلى البصرة قبل القتال. فهذه الروايات تشكك في بقاء مسعر القاتل في صفوف أهل النهروان. أما الرواية الإباضية التي يرويها البدر الشناخي في السير، فتبين أن مسعر بن سدك لما وصل إلى أهل النهروان هم أهل النهروان بقتله، فطر منهم وبرئوا منه، فخرج يستعرض الناس. ويروي ابن حزم في المحلى أن مسعر بن سدكي هذا أقبل إلى الإمام علي يستأمنه، فاستأمنه ثم تاب. يقول ابن حزم عن مسعر: وكان يقطع الطريق ويستحل الفرود. هذه الروايات مجملة تبين أن لا علاقة لأهل النهروان بمقتل عبد الله بن حباب. ولذا يروي الإمام أحمد وابن أبي شيبة أن هذه الجماعة لما انشقت عن العصابة التي أقبلت من البصرة وقتلوا، فهكذا تقول الرواية، فأخذوا يهدون الناس قتلا، فقال أصحابهم: ويلكم، ما على هذا فارقنا علي. فالجماعة المتبقية من 500 التي لم تشارك في القتل أنكرت على القتلة قتلهم لعبد الله بن خباب. ويروي الأشعري في مقالات الإسلاميين
أن عبد الله بن وهب وأصحابه كانوا كارهين لذلك، أي لمقتل عبد الله بن حنبل. سيتضح من خلال هذه الروايات مجملة أن الخمسمائة لم يكن الخمسمائة الذين أقبلوا من البصرة لم يشاركوا كلهم بالقتل، والذين لم يشاركوا أنكروا على القتلة، وأن أهل النهروان بقيادة عبد الله بن وهب الراتبي رحمه الله لم يكونوا راضين عن مقتل عبد الله بن حبه، وأن القتل وأن أهل النهروان لم يكونوا راضين عن مقتل عبد الله ابن خباب ابن الأرت، ولم يحموا القاتل، بل إنهم أرادوا أن يقتلوه قاطفاً، فهرب منهم وأتى إلى علي فاستأمنه. ورواية ابن حزم تقول جاء مسعر بن كدك وهو متنكر حتى دخل على علي ابن أبي طالب، فما ترك من آية من كتاب الله فيها تشديد إلا سأله عنها، وهو يقول، أي تقول الإمام علي له توبة، يعني يسأله هل لمن فعل كذا وكذا توبة؟ يقول نعم له توبة، والإمام علي لا يعرف أنه مسعر. قال وإن كان مسعر ابن كبتي، هذا مسعر يتحدث بنفسه، وإن كان مسعر ابن كبتي، قال وإن كان مسعر ابن كبتي. هذه الرواية توضح أن لمسعر هذا أحداثا كثيرة جاء يعتذر إليها إلى الإمام علي منها. قال فقلت أنا مسعر بن سبكي فأمني. قال أنت أهل. قال ابن حزم وكان يقطع الطريق ويستحل الفرس. هذه الروايات تفيد أن أهل النهروان لا علاقة لهم بمقتل عبد الله بن خباب. ثانيا من الأمور التي تشهد أن أهل النهروان براء من فكرة الاستعراض هو أن أبا بلال مرداس بن أذي التميمي رضي الله عنه كان ممن شارك مع الإمام علي في صفين ضد أهل الشام، وكان ممن أنكر التحكيم، وممن اعتزل إلى حروراء، ثم كان ممن شارك مع أهل النهروان، وكان من 400 الذين جرحوا في معركة النهروان فنجا. بقي أبو بلال إلى عهود الولاة المتأخرين، إذ كان من الولاة الذين عينهم معاوية زياد بن أبيه، وقد كان قاسيا، وكان زياد واليا على العراقين الكوفة والبصرة، وهو أول من جمع له العراقان الكوفة والبصرة، فكان إذا خرج من البصرة يستخلف عليها يستخلف على البصرة ثمرة ابن جندب كذلك ويتناوبها. توفي زياد فجاء ابنه عبيد الله فكان أشد قسوة من أبيه، فبسبب سياسته الشديدة الجائرة صارت هناك اتجاهات معارضة لسياسة الدولة الأموية، فحدث ما حدث من ظهور المعارضات، من بينها حادثة قريب ابن زحاف الإيادي، قريب ابن مرة الإيادي وزحاف ابن زحر الطائي، وكان ابني خاله، فخرج يستعرضان الناس وقتل رجالا، فبلغ ذلك أبا بلال رحمه الله فقال قريب لا قربه الله من كل خير،
وزحاف لا عفى الله عنه، فقد ارتباها عشواء مظلمة. فأبو بلال ينكر على قريب وزحاف فكرة الاستعراض، فكرة الاستعراض. الذي أريده من هذا أن رضا أبي بلال عن الإمام عبد الله بن وهب الراشدي، وهو رمز أهل النهروان، وهو إمام أهل النهروان، والرجل الذي يمثل اتجاههم، رضا أبي بلال عنه يعطينا صورة واضحة عن معتقد هؤلاء القوم أهل النهروان. ولذا فإن أبا بلال رحمه الله كان راضيا تمام الرضا عن عبد الله بن وهب الراشدي، وذلك من خلال مشاركته معه في النهروان، ومن خلال رضاه عنه كما ورد عنه في أبياته التي يقول فيها: أبعد بن وهب للنزاهة والتقى، ومن خاض في تلك الحروب المهاليكة، أحب بقاء أو أرجي سلامة، وقد قتلوا زيد بن حصن ومالك، فيا رب سلم نيتي وبصيرتي وهب لي التقى حتى ألاقي أولئك. فرضا أبي بلال عن عبد الله بن وهب، وعدم رضاه عن قريب وزحاف بسبب الاستعراض، يفيدنا أن فكرة الاستعراض المنسوبة إلى أهل نهروان ليس لها وجود فيما بينها. هذا هو الأمر الأول الذي يعد من أهم الأمور المنسوبة إلى أهل النهروان. نأتي الآن إلى الأمر الثاني، وهو قضية التكفير التي جعلت الأمر أو جعلت الشيء الوحيد الذي يميز أهل النهروان عن غيره. قيل عن أهل النهروان بأنهم ابتدعوا قضية التكفير، وأنهم الوحيدون في هذا المجال، وأنهم يعاملون مخالفيهم معاملة الكفار المشركين، وهذا الأمر تجدونه متداولا في كثير من الكتب القديمة والحديثة، لا سيما كتب المقالات والفرق والكتب التي تتحدث عن المذهب الإباضي الآن، وتربط علاقتهم بأهل النهروان. وإذا تتبعنا الأحداث التاريخية نجد روايات تنسب لمعارض التحكيم أو أهل النهروان، تنسب إليهم أنهم يحكمون على مخالفيهم بالكفر. من ذلك أنهم لما رجعوا من صفين كانوا في الطريق يقولون لموافق التحكيم: استبقتم أنتم وأهل الشام إلى الكفر كفرسي رهان. ومن ذلك الرسالة التي وجهها أهل النهروان حسب ما يرويه الطبري والبلاذري، ومن قولهم فيها للإمام علي: فإن شهدت على نفسك بالكفر إلى آخر تلك الرسالة. فيؤخذ من هذين النصين أن أهل النهروان أو معارض التحكيم كانوا يطلقون حكم الكفر على مخالفين. لكننا نطرح عدة ملاحظات، منها أن ظهور مصطلح الكفر في تلك الفترة يعني أنه ليس جديدا على الساحة الإسلامية، فإن من الصعب أن يتبلور هذا المصطلح في فترة وجيزة جدا، لأن هؤلاء يجعلون ظهور مصطلح الكفر مباشرة بعد معركة صفين أو بعد انتهاء معركة صفين ووقت القتال، كأنه شيء جد على الساحة الإسلامية. ولكن ظهوره في تلك الفترة يقدح في أن هذا الأمر مبتدع في ذلك الوقت.
ولهذا نجد هناك روايات أخرى تنسب إلى غير أهل النهروان أو غير معارض التحكيم إطلاق الكفر على أو استعمال مصطلح الكفر. من ذلك قول أحد أصحاب الإمام علي في صفين لبعض أصحابه: فإن نحن لم نؤاسي جماعتنا ونناصح صاحبنا كفرنا. هنا الكفر واضح، ليس المراد به الخروج من الإسلام. وهناك روايات أخرى تفيد نسبة إطلاق الكفر إلى الإمام علي نفسه، فإن الإمام علي كما يروي البلاذوري في أنساب الأشراف لما أراد التوجه إلى أهل الجمل في البصرة نصحه ابنه الحسن خشية أن يقتل، قال: إني لأخشى أن تقتل بمضيعة. فقال له الإمام علي: إليك عني، فوالله ما أجد إلا قتال القوم أو الكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أننا نجد أن معارض التحكيم لا يحضرون الكفر في مخالفه، بل هناك روايات تفيد أنهم يطلقون الكفر لمجرد المعصية، سواء كانت تلك المعصية صادرة من غيرهم أو منهم. ومن ذلك قولهم للإمام علي في حروراء لما أقبل عليهم يحاجهم: ولكن ذلك كان منا كفرا. ولكن ذلك أي قبول التحكيم كان منا كفرا، فقد تبنا إلى الله عز وجل منه، فتب كما تبنا نبايعك. الملاحظة الثالثة هي أننا نجد المصادر كلها تجمع على أن الحكم على المخالفين بالشرك المخرج من الإسلام، بالكفر المخرج من الإسلام أي الشرك، تجمع المصادر على أن أول من ابتدأ هذا الأمر وهذه الفكرة هو نافع بن الأزرق. وتعرفون قصة نافع بن الأزرق. نافع بن الأزرق في عام 64 بعدما شارك هو وأصحابه المحكمة مع عبد الله بن الزبير في الدفاع عن الكعبة المشرفة لما غزاها يزيد بن معاوية بقيادة الحسين بن نمير السكوني، لما غزا الكعبة وقد كان عبد الله بن الزبير تحصن بها، اشترك نافع وأصحابه في الدفاع عن مكة المكرمة والكعبة المشرفة، ثم رجعوا إلى البصرة فأخذهم عبيد الله بن زياد ورمى بهم في السجون، ومات يزيد بن معاوية في تلك الفترة. فقويت معنويات المحكمة فكسروا أبواب السجون وخرجوا منها، ثم إن نافعا انحاز إلى الأهواز وكتب إلى أصحابه وهم عبد الله بن إباض وعبد الله بن صفار ونجد ابن عامر وأصحابهم الآخرين، كتب إليهم يدعوهم إلى متابعته في قضية الحكم على المخالفين للشرك. فقد بين ذلك روايات الطبري أن نافعا حكم على مخالفيه بالشرك ودعا عبد الله بن إباض وأصحابه إلى متابعته، فكان ما كان من مخالفة عبد الله بن إباض لنافع ولعبد الله بن صفار ولنجدة ابن عامر. فنافع تجمع المصادر أنه أول من ابتدع التشريك، فكيف إذن يقال إن أهل النهروان هم الذين ابتدعوا قضية الكفر المخرج من الملة؟ لأن الكفر الذي ينسب إلى أهل النهروان هو الكفر المخرج من الملة الإسلامية. وأيضا تتفق المصادر أن أمر المحكمة كان واحدا منذ النهروان إلى أن ظهر نافع بن الأزرق. فإذا
بناء على اتفاق المحكمة منذ النهروان إلى عام 64 على كل الأمور ما خلا بعض الأمور الصغيرة، وبناء على كون نافع بن الأزرق أول من أنشأ القول بتكفير المخالفين والحكم عليهم بالشرك، بناء على كل هذا فإن الكفرة المنسوبة إلى أهل النهروان ليس هو الكفرة المخرجة من الملة. ونحن إذا جئنا إلى النصوص الشرعية نجد أنها تستعمل معنى الكفر ليراد به مجرد المعصية، المعصية المطلقة، ليراد به المعصية المطلقة. وهناك أحاديث عديدة تعرفونها من اعتبار تارك الصلاة كافرا، طبعا على الخلاف المعروف في تارك الصلاة هل كفره ارتداد أم ليس ارتداد. فإذا استبعدنا هذا الحديث هناك أحاديث أخرى لا يمكن أن تؤول إلا هذا التهويل، هذا التأويل، وهو أن الكفر المراد هو كفر النعمة أو ما يسمى بالكفر العملي أو الكفر الأصغر أو نحو ذلك، وهو الذي يطلق عليه البعضية كفر النعمة أو كفر النفاق. من الحديث التي تعرفونها سباب مسلم فسوق وقتاله كفر، وقول المرأة التي جاءت تشتكي من زوجها كما هو في الصحيح في البخاري وغيره، قالت النبي صلى الله عليه وسلم أكره الكفر في الإسلام. ما معنى الكفر في الإسلام؟ ما معنى الكفر في الإسلام؟ أي العصيان، لأنه لا يجتمع كفر وإسلام. إن كان الكفر بمعنى الشرك لا يمكن أن يجتمع الكفر والإسلام، فالكفر في الإسلام هنا المعصية. ولذا ولهذه النصوص ولغيرها من النصوص التي تعرفونها لا يمكن أن يحمل الكفر المنسوب إلى أهل النهروان إن صح عنهم ذلك أنه كفر مخرج من الملة. ولذا يعني في المذاهب الإسلامية الأخرى من استعمل الكفر كابن تيمية الذي يعني كفر النعمة، والبخاري عندما يقول باب كفر دون كفر هذا في صحيح مسلم أيضا باب كفر دون كفر، فما معنى كفر دون كفر؟ أي المعصية التي دون الكفر الذي هو الشرك. وهناك من العلماء كالبخاري وغيره أيضا ممن توصل إلى هذا الرأي، وتجدون القول في هذا الأمر مستفيضا في بحث الشيخ العلامة القنوبي رحمه الله المسمى بالسيف الحاد. نأتي إلى التساؤل، هل فعلا أهل النهروان أطلقوا على الإمام علي لفظ الكفر؟ وهل نادوه بالكفر؟ وهناك روايات تبعد إلى أمر آخر، وهي أنهم استعملوا الشرك الذي يصرح بالخروج من الإسلام، كالرواية التي رواها ابن أبي شيبة لما أقبل ابن عباس من عند معاوية في أمر الحكمين ودخل دار سليمان بن ربيعة، الرواية التي ذكرناها سابقا، فأخذ يدخل عليه رجل ثم رجل بعد رجل يقولون يا ابن عباس نددت وأشركت. هل صحيح أن أهل النهروان استعملوا هذه المصطلحات؟ هناك حقيقة ملاحظات. أولا توجد روايات تنسب إلى أهل النهروان إطلاقهم الكبرى على الإمام علي أو غيره، من ذلك يروي الطبري في الرسالة التي وجهها الإمام عبد الله بن وهب الراسبي إلى علي يقول فإن شهدت على نفسك بالكفر واستقبلت التوبة نظرنا فيما بيننا وبينك. والملاحظات التي تحوم حول هذه الروايات وأمثالها هي أن البلاذري في أنساب الأشراف لما تحدث عن سهم بن غالب الهجيمي وهو أحد المنتسبين إلى المحكمة الحرورية يقول عنه وهو أول من سمى أهل القبلة بالكفر،
ولم تكن الخوارج قبله تقطع بالشهادة في الكفر والإيمان. نص البلاذري صريح أن أهل النهروان لم يكونوا يطلقون الكفر على مخالفهم. من الملاحظات أيضا أن بعض الروايات تخلو من كلمة الكفر، وذلك كالرسالة الموجهة من قبل أهل النهروان إلى الإمام علي حسب رواية الإباضية، وهي موجودة في الكشف والبيان، وتعلمون أن الإباضية يستعملون الكفر بمعنى كفر النعمة كثيرا، ولا يرون ضيرا في استعمال هذا المصطلح. فلما خلت الرواية الإباضية من لفظ الكفر في الرسالة التي وجهها أهل النهروان إلى الإمام علي؟ من ذلك أيضا ما في المصادر غير الإباضية في المحاورات التي كانت تجري بين المحكمة، بين معارض التحكيم وبين الإمام علي، فإن تبت وإلا اعتزلناك. لم يقولوا فإن تبت من الكفر، فإن تبت وإلا اعتزلناك. وأيضا حرقوس عندما كان يقول الإمام علي إن ذلك ذنب ينبغي أن تتوب منه. فنرى في ملاحظة ثالثة أن أهل النهروان أو معارض التحكيم كانوا يعبرون بألفاظ أخرى غير الكفر، إن ذلك ذنب ينبغي أن تتوب منه، وأيضا تب من خطيئتك. ليس في هذه الرواية وجود للفظ الكفر. الملاحظة الرابعة أيضا أن هناك من الروايات ما نجد فيها كلمات استبدلت بالكفر كلفظ الضلال. فأنا أقرأ إليكم هذه الرواية ولاحظوا بأنفسكم. يروي الطبري البلاذري والطبري أن يعني في المحاورة من المحاورات التي جرت بين الإمام علي وبين الحرورية أو معارض التحكيم، إنه ليس بيننا وبينك إلا السيف، إلا أن تقر بالكفر وتتوب كما تبنى كما تبنى. فقال علي: أبعد جهادي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإيماني أشهد على نفسي بالكفر؟ فقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. فتلاحظون أن هذه الرواية فيها لفظ الكفر. نجد إلى روايات أخرى لنفس هذه المقولة. الرواية الأولى في كتاب البدء والتاريخ المقدسي تقول: ولا نرجع إلا أن تتوب وتشهد على نفسك بالضلالة. فقال: معاذ الله أن أشهد على نفسي بالضلالة وبما هداكم الله عز وجل واستنقذكم من الضلالة. لا نرى في هذه الرواية أثرا للكفر. الرواية الأخرى: فلسنا منك إلا أن تتوب. هذه الرواية في ينسب الأشراف في البلدري. فلسنا منك إلا أن تتوب وتشهد على نفسك بالضلالة. فلما فرغوا قال علي: أما أن أشهد على نفسي بالضلالة فمعاذ الله أن أكون ارتبت منذ أسلمت أو ضللت منذ اهتديت، بل بنا هداكم الله من الضلالة واستنقذكم من الكفر وعصمكم من الجهالة. رواية ثالثة: ولما دخل الكوفة جعل الناس يقولون: تاب أمير المؤمنين، وزعم أن الكوفة أن الحكومة كفر وضلال. فبلغ ذلك عليا فقال: كذب من قال إني رجعت عن القضية وقلت إن الحكومة ضلال. فيتضح من خلال هذه الروايات أن للرواية بالمعنى دور في تكثير نسبة الكفر إلى أهل النهروان، ولذا بسبب أن الكفر الذي يراد به الخروج من الإسلام ما ظهر إلا على يد نافع بن الأزرق عام 64. ولذلك قد تكون كثير من الروايات تحورت بسبب فهم الرواة، يعني كأن يأتي راوي
يرى أن أهل النهروات يقولون بالكفر أو يطلقون على مخالفيهم الكفر، يأتي إلى نص ليس فيه لفظ الكفر أو فيه لفظ الكفر فيرويه حسب فكرته عن أهل النهروات إما قصدا أو عن غير قصد. ولذلك ما ينسب إليهم من قوله لابن عباس نددت وأشركت يكون من هذا القبيل، وأنه رواية بالمعنى، قد يكون في الأصل وكفرت طبعا بمعنى الأصيان أي تخطئ، فتروى الرواية بناء على فهم الراوي. ومن يعني خلال هذه الأمور نجد أن أهل النهروات إن صح عنهم الكفر القول بالكفر فلا يراد به إلا العصيان، لأن يعني بعض بدل كلمة الكفر المعصية، وكافر عاصي وكفر عاصي، ضعوا هذه الكلمات مكانها تسهل المسألة. وأنه إن صح عنهم يعني إن صح عنهم كفر هذا المراد به، هذا إن كان ذلك صحيحا. ونأتي إلى ختام القول في هذين المسألتين في هاتين المسألتين، ونفتح الآن باب الأسئلة الإجابة عليها. هنا سؤال: ما المقصود بفكرة الاستعراض؟ أنا حديثي أنا نص الكلام في الاستعراض. الاستعراض يعني باختصار هو قتل النفس بغير حق، ولكن حقيقة ربما يكون هناك قيد خفي، وهو أن يكون ذلك في مجال حرب بين المسلمين أو في غير حرب بين غير بين المسلمين وغيرهم. وفكرة الاستعراض تنسب إلى الخوارج كثيرا، فهل المراد بها الاستعراض في كل وقت أو في وقت الحرب؟ لأنها حسب النسبة إليهم تشمل أحيانا قتل الأطفال. هنا عدة أسئلة حول كريب وزحاف، وأنا كنت متوقعا هذا السؤال، قد حاولت أن استعد للجواب لكني لم أفلح. أنا أعلم أن قريبا وزحافا تذكرهما المصادر الإباضية للثناء، كما ذكر ذلك كل من الدرجين في الطبقات والشماخ في السير، وقصيدة أبي مسلم معروفة، قصيدة ابن ناطس معروفة فيهما. وأيضا هنا أضيف إلي قول أبي إسحاق إبراهيم بن قيس الحضرمي رحمه الله: قريب وزحاف وسهم بن غالب أئمتنا والأربعون الفوارس، وغير ذلك. الحقيقة أنا لي نظر في قريب وزحاف، وأرجو أن لا تعجلوا عليه. يبدو لي والله أعلم أن هناك خلطة بين حادثتي قريب وزحاف وبين حادثة طواف، لذا تختلف المصادر الإباضية والمصادر السنية في قصة قريب وزحاف المذكورة في كتب الإباضية، قصة تختلف تماما عن المذكورة في الطبري وفي أنساب الأشراف البلاذعي. هناك قصة أخرى تتعلق برجل اسمه طواف، وأنا حقيقة لي تحقيق فيها لا أريد أن أطيل فيها، لكني أرى أن ما تنسبه المصادر الإباضية إلى قريب وزحاف إنما هو لطواف، فلذا يصح الترضي عنهما.
وأما القصة الحقيقية هي كما يرويها البلاذري والطبري. وهناك طبعا شواهد، بعض الشواهد لهذا الاستنتاج، فلا أريد أن أفيض فيها، تحاولوا أن تراجعوا في المقارنة بين الروايتين، لأن في رواية البلاذري اللي في رواية الدرجيني عند قريب وزحاف كان معهما رجل يسمى كعب. كعب هذا مذكور مع طواف في رواية البلاذري وليس مع قريب وزحاف. الذي يهمنا من كل هذا أنه إن كان قريب وزحاف، إن كانت قصتهما على ما روى الطبري والبلاذري فإن الأمر اتفق مع ما ذكرناه من تبري أبي بلال منهما لأنهما قتل رجال من غير حق. وأما إن كان الحادث كما رواه أصحابنا فإنه أيضا لا يعارض هذه الفكرة، لأنه لم يرد عندنا التبري من قريب وزحاف بسبب ما فعلاه مما رواه أصحابنا. ولا أتصور أن قريبا وزحاف إن كان فعل، يعني إن كان الإباضية يروون حادثتهما كما يرويه غير الإباضية، لا تصور أنهم يتولون قريبا وزحاف. سؤال: ما توجيه الرواية التي تقول إن الإمام علي استأمن مسعر بن سدك وهو قد قتل وسفك واستحل الفروج؟ فإذا صحت الرواية كيف يعتذر الإمام علي؟ يعني ملخص هذا السؤال: كيف يصح الإمام علي العفو عن قريب وزحاف، عن مسعر بن سدك؟ الله أعلم، لعل هذا من باب قوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه. الذين تابوا من قبل، يعني في الذين يفسدون في الأرض، إنما جزاء الذين يحاربون الله ويسعون في الأرض فسادا، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. الله أعلم، اسألوا أهل العلم، اسألوا أهل الذكر. السؤال يقول: كيف تقبل رواية أبي مخنف مع أنه شيعي متعصب وقد قدح فيه؟ نعود إلى ما بدأنا به. أنا لم أقبل رواية أبي مخنف لوحده، لكنني قلت إن مقتل عبد الله بن خباب تجمع عليه كل المصادر بما فيها رواية أبي مخنف، يعني إن شاركنا كذاب في الرواية فلا يعني أن روايتنا كذب. السؤال يقول: قد ورد في بعض المصادر الشيعية أن أهل النهروان وإن أقنعوا عبد الله بن عباس برأيه. نعم، قد ورد في بعض المصادر الشيعية أن أهل النهروان قد أقنعوا عبد الله بن عباس برأيه، فليس في هذا دليل بين علي، فليس في هذا دليل بين على صحة هذه الرواية، لا سيما أن المصادر الشيعية حريصة على انتصاب علي بكل وسيلة ممكنة. أنا حسب ذاكرتي أن قلت هذا الكلام في السابق، المصدر الشيعي الذي ذكر هذه الحادثة، الذي ذكر هذا الكلام هو اليعقوب في التاريخ، ذكر أن أهل النهروان حج بن عباس، أن معارض التحكيم أن هذا هو حج بن عباس، فهذا يؤيد.
يقول سؤال: ما موقف الكتاب المعاصرين من الأحداث التي فعلها بسر من القتل والفساد وكذلك ما فعله معاوية وولاده؟ يعني موقف المعاصرين كموقف السابقين، لا نجد يعني تؤخذ هذه المسائل بكل سهولة وبكل بساطة، تروى روايات، ولكن إذا جاءت حادثة مقتل عبد الله بن خباب قامت الدنيا ولم تقعد، يعني كأنه لم يقتل رجل إلا هذا وهابيل فقط، يعني قابيل هو الذي سن القتل، وعبد نسعر أو أهل نهوان صح هذا الكلام هم الذين قتلوا رجل الثاني، كأنه لم يحدث قتل أبدا. وحقيقة التشويه الذي لحق المحكمة وأهل نهوان ساعد على تثبيت هذه الفكرة أنهم جاءوا إليه وما حدث مع الخنزير وحدث مع يعني الرجل الذي أكل الرطبة وقتلوا ابن سنان الصيداوية وبقروا بطن زوجته فذبحوه حتى سال دمه في الوادي. يعني تصوير هذه الحادثة بهذا المنظر الفظيع يؤدي، ونحن إذا قلنا إذا تساءلنا لنفترض يعني ألا يحتمل أن يكون لعبد الله بن خباب أن يكون لقتل عبد الله بن خباب سبب؟ سببا على أكثر أن يكون له سبب. يعني نحن سمعنا مثلا أن فلانا قتل فلانا، يأتينا الأخبار أن فلان هو القاتل. أنا لا أريد أن أعتذر عن القتل، لا تفهموني خطأ، لا أريد أن أعتذر بالقاتل، لكن ألا يمكن ولو احتمال بسيط ألا يمكن أن يكون هناك سبب؟ طيب ما السبب في قتل مصر طفل عبيد الله بن عباس؟ أعطوني مبررا. عندما نأتي إلى من يناقش هذه القضايا يأتي إلى السند ويقول هذه روايات شيعية وروايات كذا، لكن إن كان الأمر متعلقا بهذه النهرواني أو الإباضية لا نظرة إلى السند، كل ما قيل فيهم صحيح، وهذا واضح جدا. موقف الكتاب المعاصرين من بسر يعني يعني كأنه لم يفعل شيئا، بعضهم جعله صحابيا فصحابي اجتهد وأصاب. وحقيقة ابن معين قدح في بسر، كان يراه هكذا تقول رواية، كان يراه رجل السوء، انظروه في التهذيب. يقول السؤال: قلت إن أبا بلال كان راضيا عن أهل النهروان وعلى رأسهم عبد الله ابن وهب الراتبي، فماذا يشكل رضا أبي بلال عنهم عند مخالفة الإباضية؟ وبعبارة أخرى، هل كان أبو بلال مرضيا عنه مزكا عند الفريقين أهل النهروان ومخالفهم؟ أبو بلال موضع إعجاب من الجميع. أنسب بعض المصادر أن الشيعة ينتحلونه كما يروي ذلك المدرج الكامل، وأن المعتزلة ينتحلونه، بالإضافة إلى أن الخوارج الآخرين ينتحلون. وحادثة آتك التي انتصر فيها أبو بلال على جيش الأمويين والحادثة التي تلتها التي قتل فيها أبو بلال تجعل أبا بلال مضرب المثل كما يقول يعني أحسان عباس، صارت آسك والحوادث التي جرت بعدها ككربلاء عند الشيعة، كانت هذه من نسبة المحكمة في كربلاء عند الشيعة. أما رضا غير الإباضية الآن عن أبي بلال لا تصور، لأنه يعارض السلطة الأموية وفعل ما فعله يعني كثير من معارض السلطة الأموية، فهم موضع ريبة وموضع اتهام. نعم أذكر كلاما لدكتور نايف محمود معروف في كتاب الخوارج في العصر الأموي، لطف العبارة عن أبي بلال، لكنه زعم أن أبا بلال كان يرى رأي أهل النهروان. وما هو رأي أهل النهروان كما يظنه الدكتور نايف معروف؟ كانوا يرون الاستعراض والتكفير،
فأبو بلال في أواخر حياته تحسنت أحواله ولم يكن يرى الخروج ولم يكن يرى الاستعراض، ولهذا انسحب إلى البصرة. ويأتي آخرون كالدكتور هذا في كتاب فرقة الأزارقة لمحمد رضا الدجيلي، وقلنا أبا بلال بالعكس في أواخر حياته يعني ساءت حاله، لأنه اقتنع بقضية الهجرة التي دان بها نافع بن الأزرق. نافع بن الأزرق من الأمور التي أحدثها القول بوجوب هجرة من يوافقه إلى أرضه، فخروج أبي بلال إلى الأهواز يعد هجرة كهجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، فقد دان هو بالهجرة. هذا هو رأى، هذا هو رأى حقيقة. نتعجب من يعني عدم تمحيص الروايات وعدم النظر الواسع للروايات جميعا. أبو بلال واضح يقول يعني في عندما خرج إلى الأهواز، أريد أن أقرأ عليكم عبارته، يقول: إنه والله ما يسعنا المقام بين هؤلاء الظالمين، تجري علينا أحكامهم مجانبين للعدل مفارقين للفضل، والله إن الصبر على هذا العظيم، وإن تجريد السيف وإخافة السبيل العظيم، ولكننا ننتبذ عنهم ولا نجرد سيفا ولا نقاتل إلا من قاتلنا. ونص آخر يقول: إنا لم نخرج نفسد في الأرض، ولا لنروع أحدا، ولكن هربا من الظلم، ولسنا نقاتل إلا من يقاتلنا، ولا نأخذ من الفي إلا وقياتنا. أيضا نجد ابن حجر في شرح حديث يهلك أمتي يعني أو هلاك أمتي على يدي غلمتي من قريش، أو ما هذا معناه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن الناس اعتزلوهم، في الحديث هكذا يعني في بعض الروايات، لو أن الناس اعتزلوهم. فقال ابن حجر يعني إنه يؤخذ من هذا استحباب هجران البلدة التي يقع فيها إظهار المعصية، استحباب هجران البلدة التي يقع فيها إظهار المعصية، واستدل لذلك بقول عن الإمام مالك من رواية ابن وهب عن: تهجر الأرض التي تكثر فيها المعصية، أو نحو ذلك. فالقول بأن أبا بلال كان يرى هذا يعني هجرة كهجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المدينة، وأنه يرى دار مخالفيهم دار شرك وداره دار توحيد ونحو هذا، لا دليل عليه أبدا. يقول السؤال: ذكرتم بأن أهل النهرواني أرادوا قتل مشعر لولا هروبه منهم، إذن فما سر ذلك الرجل الذي يخرج من وسط أهل النهر ويقول كلنا قتله؟ وهل يعقل أن يسكت عنه أهل النهروان أو يرضوا به أن يتكلم بلسانه؟ يتصور هذا الكلام أن لو كان عدد أهل النهروان كعددنا الآن، وأنه لو جاءنا رجل قتل وانضم إلينا، ثم جاءنا الطلب يطلب القاتل، فسألنا أين القاتل، فخرج القاتل وقال كلنا قتل، هل نرضى نحن بذلك؟ طبعا إن رضينا سيعد منا مواطئة. فيتصور لو كان العدد بهذا، يعني لو كان عدد أهل النهروان كمثل عددنا نحن، أما أن يكون عدد أهل النهروان آلاف ولم يكن عندهم مكبرات للصوت، فليقل من شاء ما شاء. قد يكون هذا الرجل من المدسوسين، وقد يكون هناك مدسوسون في أهل النهروان، من يدري. وعندما جاء جيش الإمام علي أرسل إليهم يريد القاتل، فخرج هذا يقول أنا القاتل، نحن كلنا قتلة. يعني الروايات التي تقول إن أهل النهروان قالوا كلنا قتلة، هل قال كل أهل النهروان هذا الكلام؟ أم هو صدر من واحد، من شخص واحد؟ طبعا ليس المراد أن أهل النهروان كلهم، بعضهم أو واحد منهم. فأن يقول رجل كلنا قتلة لا مانع. يقول السؤال: ذكرتم أن أهل النهر لم يقتلوا عبد الله بن خباب، إذن فعلى ماذا قاتلهم الإمام علي؟ ولماذا لم يردوا عن أنفسهم جيش علي
ببيان حقيقة القاتل وأنه لا ينتمي إليه. بصراحة سبب معركة النهروان لا يزال أمرا غامضا. لو رجعنا إلى الروايات السنية والشيعية نجد أن سبب القتل سبب القتال سبب المعركة هو مقتل عبد الله بن خباب، وأنه لا سبب أبدا للقتال إلا أن الإمام علي طالب أهل النهروان بأن يسلموه القتل فرفض. نأتي المصادر الإباضية ولا نجد هذا الكلام، لا يعطى لمسألة مقتل عبد الله بن خباب أي شأن لأنهم لم يقتلوا ولم يرضى أهل النهروان عن مقتل. بل نجد أن من الروايات ما يقول إن الإمام علي جاء إليهم وقد سرحوا خيولهم وكان كلهم في عمله، فجاء إليهم بغت، جاءهم على حين غرة. إذن كيف نجمع؟ يعني هل كان الإمام علي هل فعلا جاء إليهم بغتة وهاجمهم هكذا؟ هذا أمر ضعيف في حق الإمام علي أن يقتلهم هكذا، يعني أمر صعب حقيقة أن يقبل. أنا لي نظرة الله أعلم بصوابها، لا يبعد أن يكون هناك من حاول التحريش بين الجيشين، وذلك يتضح في الآتي: أن الإمام علي لما أرسل الحارث بن مرة العبد لينظر في حقيقة مقتل عبد الله بن خباب قتل القاتل. فما السبب في قتله؟ أيضا قد تكون الأخبار التي تنقل إلى الإمام علي غير صحيحة، ومن يدري، ما أدرانا بالرسل الذين كانوا ينقلون الأخبار. ولعل بعضنا يقول هل يعقل أن الإمام علي كان من السهولة أن يقتنع بكلام بعض الرسل دون أن يتحقق؟ ليس هذا أمرا بعيدا. والوليد بن طقبة ألم يكد أن يوقع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين بعض العرب ويجهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشه والقتال؟ من يدري أن يأتي رجل رسول سوء مدسوس من قبل معاوية إلى الإمام علي يقول إن أهل النهروان قتلوا عبد الله بن خباب، لا سيما إذا ركزنا في وقت القتل، وقت مقتل عبد الله بن خباب كما ذكرنا ذلك سابقا. ثم يرسل الإمام علي لي يعني شخصا ليتحقق فيقتل القاتل حتى لا يأتي، يعني قد يكون الحارث بن مرة هذا رجلا أمينا عند الإمام علي لم يثق بالأخبار التي وصلته قبل، فأرسل رجلا أمينا ليتحقق من الخبر فقتل الرجل الأمين، وجاءت الأخبار مرة أخرى بقتل عبد الله بن خباب وقتل الإمام علي وقتل الحارث بن مرة العبد الرسول رسول الإمام علي. فقد يكون الإمام علي انطلت عليه هذه الحيلة. إذا أضفنا إلى ذلك ما يفعله الأشعث نقيس وأتباعه: يا أمير المؤمنين، أتترك هؤلاء وراءنا يخلفوننا في ذرارينا؟ الإمام علي يعني كان في بعض الروايات يعني يلح أن يتركوهم، أن يتركوا أهل النهروان، فاتجه صوب النهروان، أرسل إليهم: أعطونا القتلة. أحد الأشخاص من الدسوسي كلنا يقول كلنا قتل، والإمام عبد الله بن وهب ومن معه لا يدرون ماذا يحدث، كما تبين الرواية الإباضية أنهم كانوا سرحوا خيوله. مفاجئ أهل النهروان، يعني الإمام علي تصله الأخبار بأن أولئك يعني استعدوا للقتل للقتال أو أنهم رفضوا تسليم القاتل، وأهل النهروان لا يدرون لما أقبل عليهم الإمام علي. لذلك في بعض الروايات، يعني في الرواية الإباضية، أن أهل النهروان كانوا يناشدون الإمام علي، يناشدونه ألا يقتله ألا يقاتله. وفي الروايات الأخرى غير الإباضية العكس، في الروايات غير الإباضية العكس، أن الإمام علي يناشدهم ألا يقاتلوه. يعني هنا تناقض، مع أننا لو نظرنا أن الإمام علي هو الذي أقبل عليه، فمن الذي يناشد الآخر؟ فالله أعلم أن هناك يعني تدبيرا سيئا من إيقاع بين الإمام علي وبين أهل النهروان. حالة حسب لما تواقف الجيشان، اليوم علي يظن أن هؤلاء قتله، وهؤلاء يظنون أن الإمام علي أقبل عليهم بدون سبب،
فالتقى الجيش. والله أعلم بهذا التأويل. يقول السؤال: ذكر صاحب العقد الفريد أن أبا بلال وأصحابه اعترضوا قافلة لزيار بن أبيه وأخذوا مما حوته القافلة، أترى أن ذلك يصح منهم؟ لما لا يصح؟ ولا نأخذ من الفي إلا أعطياتنا. يعني في هذه الرواية، في هذه الرواية المذكورة أخذوا طلبوا من أصحاب القافلة أن يعطوهم، فأعطوهم درهمين لدرهمين لكل شخص من أبي بلال وأصحابه. فأخذ أبو بلال له ولأصحابه لكل واحد منهم درهما ورد الباقي، قال هذا يكفينا، وفي هذا من النزاهة ما تعلمون. يقول السؤال: هل حدثت كرامات أهل النهروان في حربهم مع علي؟ يعني لما التركيز على الكرامات وعلى هذه الأمور التي تثير العواطف؟ يعني الله أعلم ما حدثت أم لا، لكن يروي للمبرد في الكامل أن أحد أهل النهروان لما قتل رأسه، طبعا الله أعلم صحة هذا الكلام، لما قتل وتدحرج رأسه قال: عجبت إليك ربي لترضى. يقول السؤال: ذكرت أن أهل النهروان قالوا لعلي: لقد كان ذلك منا كفرا فتبنا فتب نبايعك، لعلك أردت بعض أهل النهروان ممن كان قد قبل التحكيم ثم تاب. هذا أولا. ثانيا: ما وجه قولهم يبايعك إذا كانوا قد بايعوا الإمام عبد الله بن وهب مع أنه لا يجوز لهم مبايعات إمامين؟ أنا ما قلت أهل النهروان، أو قلت سهوا، أقصد أهل حروراء ليس أهل النهروان. طبعا أهل حروراء قبل مبايعة عبد الله بن وهب الراشدي، والذين قالوا قد كان ذلك منا كفرا، أي طبعا على صحة الرواية، أي قبول التحكيم، عدوه معصية. وهؤلاء هم الذين قبلوا التحكيم. نحن ذكرنا أن الفئة النواهة الأولى كانت رافضة للتحكيم فانضم إليهم بعد، يعني عدد من بعد ذلك، فالذين رأوا ذلك معصية هم الذين قبلوا التحكيم قبل. السؤال: ما وجه عرض موقف أبي بلال من رضاه عن منهج الإمام الرضيع عبد الله بن وهب الراسلي وإنكاره على قريب وزحاف، مع أن أبا بلال من أصحابه؟ وما موقف المخالفين بجعل أبي بلال حكما بينهما؟ السؤال لم حقيقة يتضح لي تماما، لكن لعل المراد ما علاقة، لعل المراد أن رضا عبد الله بن وهب، أن رضا أبي بلال عن عبد الله بن وهب لا يزيدنا وضوحا فيما يتعلق بفكرة بمعتقد أهل النهروان أو بمنهج أهل النهروان، لكنه يعكس رأي أبي بلال. وأبو بلال إن كان يرضى عن عبد الله بن وهب فإن الأفكار متحدة، أما موقف المخالفين بجعل أبي بلال حكما بينهما، طبعا تروي المصادر أن أبا بلال أنكر على قريب وزحاف، ولعل في هذا ما يعني ما يحسن فكرة أبي بلال معه. حقيقة الوقت أدركنا، هناك أسئلة لا علاقة لها بهذا الدرس، متى وإن اجتمع إمام المذهب وأبو بلال؟ قضية ابن ملجم سنأتي عليها إن شاء الله. يقول السؤال: استجدت بالحديث سباب المسلم في سوق،
وقتاله كفر، على إطلاق لفظ الكفر على المعصية. فلما قلنا في الرواية لفظ الكفر بلفظ الفسوق هنا ما دام المعنى واحد؟ لعله من باب التفنن كما تعلمون في البلاغة، لأن لو لم نقل بهذا للزم أن يكون قتال المسلم لأخيه خروجا من الإسلام، ولا قائل بهذا. يقول السؤال: على تسليم صحة قول القائلين لابن عباس نددت وأشركت بهذا اللفظ، ألا يمكن أن يكون المقصود هو الشرك الجزئي المعروف عند أصحابنا المغاربة وهو بمعنى كفر النعمة، إلا أنه خاص بالكبيرة في العقيدة؟ أنا الذي أفهمه أن الشرك هكذا في النصوص الشرعية إذا أطلق يراد به الشرك المخرج من الملة. أما اصطلاح أصحاب المغاربة على إرادة الشرك الجزئي هذا اصطلاح متأخر، يعني استعملوه بدون تقييد. أما في النصوص الشرعية يعني هناك قيود، هناك قيد يعني يمكن أن يحمل أو يحدد، يخصص المراد أو يقيد المراد. الرواية التي فيها قول أهل النهروان كلنا قتل هل تصح سندا؟ حقيقة أنا حاولت أن أبحث عن يعني رواية أو سند صحيح لهذه الرواية، فما وجدت إلا سندا واحدا لرجل وهو أبو مجلز، وقد عاصر الإمام عليا وصاحبه. لكن هنا يمكن أن يعني أن تؤول أيضا الرواية، لأن أبا مجلز لم يرد في الرواية أنه سمع القائل، يعني موقف أبو مجلز كموقف الإمام علي، كما أنه بلغ الإمام عليا هذه المقولة، بلغ أبا مجلز هذا الكلام فرواه. اكتملت وما تبقى من هذه الأسئلة، من هذه الأسئلة نجيب عنها فيما يأتي إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.